هنتكلم على انواع البيانات الداتا تايبس والليترال. الليترال احنا اخذناها وشفنا ازاي بنتعامل معاها، اللي هي بتحطها بالدبل كوتيشن او قيمه رقميه ثابته مباشره. في النيوميريك بقى الارقام، احنا قلنا برضو ان احنا الكمبيوتر بيستور الداتا في الميموري. حتى الان طبعا احنا في حاجات داتابيز ومش عارف ايه، لكن احنا بنتكلم في الحاله البسيطه الداتا بتاعتنا بتتسجل في الميموري. فعليا عمليه التخزين بتاعه البيانات دي على حسب نوع البيانات بتختلف. يعني على حسب نوع البيانات بتختلف، يعني فعليا الريل نمبرز او الارقام اللي هي الصحيحه اللي هي فيها فراكشن بارت، يعني فيها ارقام كسر، تتخزن في الميموري بشكل مختلف تماما عن الارقام اللي ما فيهاش كسر. تختلف تماما عن لما بنخزن حروف، تختلف تماما لما بنخزن بوليان. في انواع وكل نوع بيتخزن بشكل مختلف جوه الميموري بتاعه الكمبيوتر، والاهم من كده ان كل نوع بيتم عليه عمليات مختلفه عن نوع الاخر. يعني لما اجي بجمع رقمين غير لما اجي بجمع نصين، يعني بكتب احمد زائد علي يقول لي احمد علي، لزق الكلمه دي زائد دي، لكن اقول 5 زائد 5 هيقول لي 10، فهنا جمع. ممكن اعمل على 5 على 5 في الواحد، لكن مش اقول احمد على علي يديني ايه، ان شاء الله احمد على علي مش فاهمني. فالعمليات بتختلف طبقا لنوع البيانات، وطريقه التخزين مختلفه طبقا لنوع البيانات. ماشي، طيب كويس جدا. سيبونا من ازاي بيخزن، لكن عايزين نقول ان في داتا تايبس، واحنا بنتكلم على داتا تايبس وبنقول ان هي متقسمه ليها انواع. من ضمنهم حاجه اسمها فلوت. فلوت ده معروف، يمكن احنا استخدمناه قبل كده او لا. تعال نعمل مثال كده. لو انا جيت عرفت فاريبل اسمه سالري وجيت قلت 5000 مثلا 75 مثلا، السالري ده باي ديفولت عرف اللي اسمه ايه البايثون ان دوت فلوت. فلوت يعني رقم صحيحه، ريل نمبرز، ارقام فيها فراكشن، ده جزء الفراكشن، خلاص ده جزء الفراكشن الموجود. فعرف بالطريقه دي. طب في نوع تاني اللي هو الانت او انتجر. الانت او الانتجر ارقام صحيحه، زي مثلا ايه ستودنت نمبر، استحاله اقول مثلا الطالب رقم 5.5، يعني حتى لو كان قصير، لكن هنقول كده مثلا طالب رقم 51، صح كده؟ عرف كده اوتوماتيك ان دوت رقم انتجر، ارقام صحيح ما فيهوش كسر. طب لو انا عندي رقم دلوقتي صحيح بس بعدين هيبقى كسر، طالما هو بيقبل الكسر، طالما بيقبل الكسر يبقى عرفه كسر. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الاي في جي مثلا، الافريج ودلوقتي الافريج كان 5، ممكن نقول 5.0 كده، فكده خلاص اتفهم ان هو برضو ايه فلوت. يعني كده البايثون مجهزه نفسها ان الافريج ده ممكن يشيل كسور، الافريج ده ممكن يشيل ايه؟ يشيل كسور. خلاص كده القيم اللي انا مثبتها دي الليترال، دي قيم ثابته مباشره هي واضحه صريحه ما فيهاش لف ولا دوران. اما دي مسميات، دي فاريبلز، خلاص عرفناها، وده الاساينمنت اوبريتور. يبقى احنا كده ايه عرفنا ازاي الكمبيوتر بيفرق ما بين الفاليوز. خلاص كده. طيب يبقى النيوميريك ليترال بتتكتب كرقم من غير ديسيمال، يبقى انت انت، يبقى انت ايه انت، سواء كان الرقم ده يعني ممكن يجيب السالب، يعني مثلا ممكن يجيب السالب ما فيش مشكله لو جيب السالب، يعني دي مش حاجه مش غريبه. والديسيمال لازم تحط بوينت عشان تعرف ان دوت ايه ديسيمال، ويبدا يتعامل معاك على اساس الديسيمال. يبقى احنا كده انت ديسيمال يعني فلوت، يعني يبقى عندنا انت وعندنا ايه وعندنا فلوت. طيب في عمليات زي ما اتفقنا بتفرق، في عمليات بتفرق. طيب انا دلوقتي هستخدم حاجه بسيطه جدا عشان يعني في فانكشن بسيطه اسمها تايب وبتديها اسم الحاجه الاي في جي مثلا الفاريبل. لو اديتها الاي في جي كده، دي المفترض بترجع لي نوع الاي في جي ده ايه، نوع الايه الفاريبل اللي اسمه اي في جي ده ايه. دي فانكشن زي برنت فانكشن كده، بس دي بتحدد النوع. لو دوست كده كنترول اس عملت اكزامبل 6 ودوست F5
احنا محتاجين نفضي الكلام ده. احنا عشان احنا ما طبعا المفروض كان يطبع لي على طول مباشره يعني، عشان دي مش ليدر. ماشي تعال نقول كده 5 كنترول اس يعني طول تايب 5 وف 5 ما طبعهاش. ماشي لو اديناها له جوه ماشي جابها جوه برنت جابها يعني ايه تايب بتاع 5 تايب 5 دي قلت له اطبع القيمه اللي راجعه من كلمه من التايب تايب 5 لما قلنا له اطبع القيمه اللي راجعه قال لي ايه النتيجه بتاعتي قال لي كلاس انت يعني انت شغال دلوقتي انت شغال على انت اهو. طب يعني لو انا اديته دلوقتي اطبع لي الاي في جي كنترول اس في 5 اللي حصل قال الاي في جي فلوت يعني عرف ان هو رقم فيه كسر لان هو اهو رقم فيه كسر. طيب لو قلت له نفس الكلام بس اطبع لي الستودنت نمبر المفروض يقول لي ان ده برضو انت كنترول اس في 5 قال لي برضو ده ايه كلاس انت. يبقى هو كده التايب ده بيعرفني كده الايه الفانكشن اسمها تايب تديها الشيء وهي ترد عليك تقول لك هو اصلا نوعه جوه البيلت ان فانكشنز او البيلت ان تايب بتاعه البايثون هي عباره عن ايه. بيلت ان تايبز يعني الانواع الاساسيه بتاعه البايثون انواع الاساسيه بتاعه البايثون يرد عليك ويقول لك هو من انه نوع ماشي. اما التايب دي بيلت ان فانكشن زي البرنت بالظبط يعني فانكشن جاهزه بتديها شيء ارجمنت هنا وهي ترد عليك بايه بنوعه زي ما اتعرفنا على الموضوع ده قبل كده خلاص كويس. حاجه كمان برضو خد بالك ما ينفعش في السالري انك تيجي تحط دولار ساين كده مثلا الكلام ده ما ينفعش الحاجات دي ما تمشيش يعني لو دوس كنترول اس كده دوس في 5 طلع لي ايه invalid syntax يعني خطا في الكتابه لانه ما فهمش العلامه دي ما تحطش العلامات دي ولا في الاول ولا في الاخر ولا الكلام ده كله. احنا هنا دي بنعملها بحاجه اسمها فورمات فيما بعد هنبقى نشوف الفورمات يعني ولا في الاول قبلها ولا في الاخر قبلها. فورماتنج دي عشان نعرف نطبع علامه الدولار ساين او غيرها من الحاجات دي بيبقى ليها فورماتنج يبقى نتعود عليه. ده كده بالنسبه لنا الداتا تايبس بتاعه الايه بتاعه اللي موجوده الاساسيه اللي هي الانت والفلوت. في برضو نوع اساسي معانا الاس تي ار. الاس تي ار اللي هو السترنج النص اللي هو اي بقى حاجه تانية حروف وارقام ورموز وكلام زي كده زي ما اقول لك مثلا student name انت كاتب محمد مجدي مثلا سول نيم. انا كتبت تلاحظوا ان انا كتبت السترينج كتبته ما بين دبل كوتيشن خلاص ينفع برضو لو سنجل كوت ينفع مفيش مشكله. فلو قلت له برنت student name وقفلت كده برنت student name فهيطبع لي الكلمه دوس كنترول اس ودوس اف 5 ادي الايه ادي محمد مجدي الطوعي. طيب لو انا جيت قمت عامل برنت واللي عايز اطبعه قلت له تايب التايب بتاعه student underscore name دي هترجع لي النوع وبعد كده اطبعه كنترول اس اف 5 قال لي ان ده كلاس اسمه اس تي ار اللي هو السترنج اللي احنا قلنا عليه او نوع البيانات النصي اللي احنا قلنا عليه. تمام ده كده بالنسبه لنا كانت انواع البيانات الاساسيه اللي هي الفلوت والانت والسترنج داتا تايبس اللي احنا اخدناها.